على مدى السنوات الماضية كان للسيد ماجد الفطيم حلم كبير، وهو تحقيق أسعد اللحظات لكل الناس كل يوم. وكانت سلطنة عمان شريكا أساسيا وقيما في مسيرة ماجد الفطيم، ومول عمان سيكون الجوهرة الثمينة التي سترصع هذه الشراكة القيمة. يتميز مول عمان بموقعه الاستراتيجي بالقرب من الطريق السريع وشارع بوشهر، ليتمكن المتسوقون من الوصول إليه بكل راحة وسهولة. صمم المركز ليكون الأكبر والأجمل في السلطنة، وهو يجمع بين التصميم الأنيق والراحة العملية ليوفر تجربة تسوق وترفيه لا مثيل لها. ومن المتوقع أن يغير مفهوم التسوق في سلطنة عمان، إنه يضم أكثر من 350 متجرا محليا وعالميا في مزيج حيوي مميز، بالإضافة إلى كارفور هايبر ماركت وماجيك بلانيت. سيحتوي مول عمان على أكبر حديقة ثلجية داخلية في السلطنة، تتميز بجمالها الخلاب ومصممة لتكون أرض العجائب الشتوية التي ترمز إلى جمال عمان الطبيعي، وهي توفر مجموعة منوعة من الأنشطة لزوارها من كل الأعمار. بالإضافة إلى ردهة الطعام، سيجد المتسوقون تشكيلة فريدة من المطاعم والمقاهي العالمية التي ستوفر لهم مختلف النكهات من جميع أنحاء العالم، وسيستمتع بنسيم عمان العليل خلال استرخائهم في الهواء الطلق على شرفة تطل على مناظر طبيعية خلابة. مول عمان، وجهة تسوق استثنائية جديدة مستوحاة من جمال السلطنة، ستتألق في قلب مسقط.